الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعالي المنان، لا يبلغ غاية حمده إنسان، فهو البادئ سبحانه وتعالى بالإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف ولد عدنان سيدنا محمد الموصوف بالخلق العظيم في القرآن، وعلى آله الصدور الأعيان وصحبه سادة أهل الإيمان. سيدي والي ولاية وهران، السادة ممثلي السلطات العسكرية للناحية الثانية بوهران، السادة النواب، سادتي العلماء الأجلاء، أيها الضيوف والحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإن سماحة الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بن قايد وجميع أفراد أسرة زاوية الشيخ سيدي محمد بن قايد قدس الله سره يجدون أنفسهم مغمورين بالسعادة ومحفوفين بالعناية، إذ سخر الله لهم إقامة هذا المحفل الكريم وهيأ لهم أسباب تنظيمه، فانتظم بتوفيق منه سبحانه وتعالى هذا الملتقى الرابع للدروس المحمدية الذي دأبت زاوية الشيخ سيد محمد بن قايد على تنظيمه تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما فتئ يرعى مثل هذه المجالس والملتقيات والمحافل العلمية والمعرفية. نسأل الله أن يتولاه بحفظه ويكلأه بعنايته، وأن يوفقه وسائر ولاة الأمور والمخلصين في خدمة هذا الوطن وأهله إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. ثم أن سماحة الشيخ سيد محمد عبد اللطيف ارتأى أن يتخذ من عبارة الخلفاء الراشدين محورا لهذا الملتقى الرابع، ومن قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه شعارا له، وإن سماحته إذ يسجل بكل تقدير واحترام استجابة السادة العلماء الأجلاء وتلبيتهم الدعوة لإثراء حلقات هذا الملتقى بمحاضراتهم القيمة ومداخلاتهم الكريمة، يتقدم لجنابهم بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان، وهو في الوقت ذاته يتوجه بشكره وامتنانه للسيد والي ولاية وهران والسيد اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية لوهران والسيد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والسيد رئيس دائرة الثانية والسيد رئيس بلدي السيد الشحمي، وإلى كل من ساهم من أجل أن يتم انعقاد هذا الملتقى في ظروف طيبة. كما يوجه سماحته شكره الجزيل لكل السادة الكرام ضيوف هذا الملتقى الذين ستستنير بحضورهم جلساته، وإن سماحته إذ يثمن المجهود الذي يقوم به أفراد التلفزة الوطنية لتغطية كل نشاطات الملتقى يشكر لهم سعيهم الطيب ويرفع أكف الضراعة، سائلا الله أن يسدد خطانا ويجعل التوفيق حليفنا ويبلغ الجميع مآربهم وينجح في الخير مقاصدهم، فإنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإن فضيلة الشيخ سيد محمد عبد اللطيف بن قايد يعلن عن انطلاق نشاطات هذا الملتقى الرابع بأول درس من الدروس المحمدية يلقيه على مسامع حضراتكم
فضيلة الدكتور محمد بن بريكة الأستاذ بجامعة الجزائر، الخبير الدولي والباحث في التصوف ورجالاته. موضوعه دليل النجباء إلى سيرة السادة الخلفاء، فليتفضل. شكر الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على حبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، ونضارة الوجوه وبهائها، وأس العقول وصلاحها، وهدي الكائنات وفلاحها، وروح الجنان ورواحها، وعين الحقائق ومفتاحها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها ما أشكل علينا حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم، أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إخوة الإيمان، عمار هذا البيت الكريم، أحباب هذه الأسرة الشريفة التي أرسلت دعائم هذه الدروس المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لست أعلم من أين أبدأ هذه الكلمة المرتجلة المتواضعة، ولكنني وفقت إلى أن هذه الدروس المحمدية توافق الذكرى 11 لوفاة مؤسس هذه الطريقة ومجددها سيدي محمد بن القايد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذه الدروس حسنة من حسناته، واجتماعنا اليوم تحت ظل هذه الزاوية برعاية سيد الشيخ محمد عبد اللطيف بن القايد قدس الله سره، اجتماعنا لتدارس حياة الصحابة بعد أن عرفنا معنى الحضارة الإسلامية في المحور الأول، ثم معاني القرآن الكريم في المحور الثاني، ثم حياة الحبيب الأكرم والنبي الأعظم الكنز المطلسم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذه المحاور التي نرى تدرجها من حيث العطاء العلمي والصياغة الموضوعية للمحاور، نصل إلى حياة الصحابة. بعد النموذج الأعلى ننظر في النماذج التي اقتدت به، وهم خيرة أصحابه عليهم الرضوان جميعا. محور هذا الملتقى هو الخلفاء الراشدون، والكلمة التي سألقيها على مسامعكم الكريمة تتدرج إلى 3 محاور أساسية. أما المحور الأول فكلمة في المنهج، والمحور الثاني وهو أقصر كلمة في الخلافة، والمحور الثالث هو حياة ساداتنا الخلفاء الراشدين، وأهم ما ميزهم من خصائل ومن معالم في السير تدل على كريم جنابهم وعظيم مقامهم. وعرجت في النهاية وأعتبر ذلك بمثابة التخلص على وفاة السادة الخلفاء عليهم الرضوان جميعا، ليعتبر بها المعتبر، وليرى مدى انكسارهم عند لقاء الحق سبحانه وتعالى، مع أنهم المقطوع لهم بالجنة كما وردت بذلك النصوص الصريحة والآية الفصيحة. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول ابتداء بأنني عنونت هذه المحاضرة بدليل النجباء إلى سيرة السادة الخلفاء. أما لفظ السيادة للسادة الخلفاء فأمر مقطوع به لقوله صلى الله عليه وسلم في حق من هو دونهم: قوموا لسيدكم، ولقول سيدنا عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فهم سادة جميعا، ولفظ السيادة بل لقب السيادة ثابت لهم جميعا عليهم الرضوان. أما قولي دليل النجباء فهو إشارة إلى المنهج،
فإنني حين تأملت الكتب المشتغلة بتاريخ السادة الخلفاء وجدت أن الكثير من الروايات تعتبر في حكم الساقطة، فما ذكره الأصفهاني في الأغاني، وما ذكره وبعض ما ذكره المسعودي في مروج الذهب، بل إنني وجدت أن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة فيه الكثير مما لا يمكن أن يصدر قطعا عن السادة الخلفاء الذين كانوا يكنون لبعضهم البعض أكبر الاحترام بحكم هذه التربية النبوية الشريفة التي تلقوها على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعمدت إلى جملة من المصادر بعد القرآن الكريم هي الصحاح والمسانيد والمعاجم، ثم أخذت من بطون الكتب ما كتبه الطبري في التاريخ الكبير مثلا، أو ما كتبه ابن حجر العسقلاني في الإنباء، أو ما كتبه ابن خلدون في المقدمة وفي بعض أجزاء تاريخ العرب والبربر، وما ذكره الإمام الحجة الحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله تعالى عنه، وما ذكره ابن الجوزي في سيرة سيدنا عمر، وما ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد، وما ذكره أبو نعيم الأصفهاني رضي الله عنه في كتاب الحلية. كل هذه المصادر تتبعتها لأنها محل ثقة الجميع ومحل إجماع الجميع، وتواطأت الأمة على أن ما فيها بمثابة الشهادات الصادرة عن العدول. نظرت في كتب المستشرقين فوجدت الكثير من التحامل على هذه الفترة الناظرة من تاريخ المسلمين، فيجب أن نضرب صفحا عن روايات فيولهاوزن أو مارجليوث وبعض ما كتب آدم ميتس في كتاب الحضارة الإسلامية، لأن هذه الفهوم فهوم خاطئة لتاريخ الإسلام وقياس على غير مقيس. لا يصح أن يقاس تاريخ الخلفاء على تاريخ السلاطين والأمراء في الحضارتين الرومانية والبيزنطية بل والفارسية أيضا، فهو نموذج فريد وطراز متميز. سترون بعض الوقفات التي تدل على اختصاص الحق سبحانه وتعالى لهؤلاء الخلفاء الأربعة الذين أضيف إليهم الخليفة الخامس سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. هذا كلام في المنهج. أما كلمة منهج، حتى نقف مع المسلك الذي نأخذه في فهم تاريخ السادة الخلفاء، كلمة المنهج من نهج ينهج نهجا ونهوجا ومنهاجا، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النهج والمنهاج هي الطريق البينة الواضحة. استدل ابن منظور في لسان العرب بقول سيدنا عبد الله بن عباس ترككم صلى الله عليه وسلم على الطريق الناهجة، ما قال والناهجة الواضحة البينة. وذكر الزمخشري في أساس البلاغة أن النهج والنهجة والنهوج كلها تدل على الطريق الواضحة. فكلمة المنهج بهذه الاستخدامات تدل على أنه يجب علينا أن نسلك طريقا واضحا في قراءة تاريخ السادة الخلفاء، لأن هناك بعض الفرق كما ذكر أصحاب الفرق منهم البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، والشهرستاني في الملل والنحل الفصل في الملل والأهواء والنحل، وابن حزم في الملل والنحل وغيرهم، ذكروا أن الكثير من الفرق، وهذا معلوم من تاريخ الإسلام، تحاملت على السادة الخلفاء. منهم من كفر سيدنا عليا وهو أول الصبيان إسلاما، ومنهم من كفر الخليفتين، ومنهم من كفر الثلاثة الأوائل، ومنهم من حكم بارتداد الجميع، بل إن أغلى المغالية كفرت الصحابة جميعا إلا أربعة. وهذا من الشطط الذي لا يجب أن يقف معه الناشئة وهم يقرؤون كتب التاريخ، بل عليهم أن يطلبوها في مظانها. هذه المعلومات تطلب في مظانها لأن الكثير من تاريخ الصحابة شوه، وهم المقطوع لهم جميعا كما كنا نسمع بالعدالة. أنتقل بعد ذلك لحديث الخلافة. الخلفاء الراشدون، أول من أطلق لفظ الخلافة وإن كان مشتقا قرآنيا خلف يخلف، جاء بعده خلف واستخلاف وخليفة
وخلافك والمخلفون كلها ألفاظ ورد بها القرآن الكريم، ولكن التسمية المقرونة بالصفة جاءت بمعنى خاص. أما القرآن الكريم فقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام قال السادة الصوفية وعلى الخليفة أن يكون حاملا لشروط مستخلفه، معنى ذلك أن يكون متأدبا بآداب الحق. والخليفة الأعظم هو الذي سماه سيدنا عبد الكريم الجيلي الإنسان الكامل بين الأواخر والأوائل، وهو الحبيب المحبوب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا رسول الله. الخلافة الراشدة أول من قرن الرشد إلى الخليفة الصفة إلى الموصوف هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ لن تضلوا بعدي أبدا. فالذي سماهم خلفاء راشدين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلافة كما نص عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد قال بدأ هذا الدين نبوة فتكون فيكم ما شاء الله، ثم يصير خلافة راشدة على منهاج النبوة فتبقى فيكم ما شاء الله، ثم تكون ملكا عضودا أو ملكا عضوضا يعني قاهرا، عضد الشجرة يعني قطعها، وعض يعني قهر وظلم، ثم تكون ملكا عضوضا أو عضودا على حسب الروايات فيبقى فيكم ما شاء الله، ثم تكون ملكا وجبرية. وهناك زيادة عند أحمد وعند الطبراني في المعجم ثم تعود فيكم خلافة على منهاج النبوة، وهذا يفسر حديث أبي داود وغيره في سيدنا المهدي عليه السلام الذي يظهر في آخر الزمان وهو على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الرواية الصحيحة يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وخصص له سيدنا الحافظ الحجة جلال الدين السيوطي كتابا كاملا عبارة عن رسالة قصيرة بعنوان العرف الوردي في أخبار المهدي، فليعود إليه من شاء في موضعه إن شاء الله. وذكر له الإمام القرطبي الحجة المفسر في آخر التذكرة ذكر له فصلا كاملا، هو من أبدع ما كتب في خلافة سيدنا المهدي الكائنة في آخر الزمان. الخلفاء الراشدون حينئذ هذه تسمية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مظهر الخلافة الراشدة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وذكره البزار وأخرجه ابن عساكر وذكره الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله في الأنوار المحمدية في بعض ما نبأ به صلى الله عليه وسلم من المغيبات، قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم الملك، وهي رواية صحيحة اجتمعت على صحتها الطرق التي رويت منها. قال الشيخ يوسف النبهاني وهو كلام سيدنا السيوطي في تاريخ الخلفاء في الفصل المخصص لموضوع الخلافة، قال بأننا حين نحتسب وفاته صلى الله عليه وسلم من ربيع الأنور سنة 51 سنة 11 إلى اعتزال سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وتنازله عن الخلافة لسيدنا معاوية، نجد تنازل عنها في ربيع الأنور سنة 41 تكتمل بذلك 30 سنة، وهي الخلافة الراشدة المبدوءة بسيدنا أبي بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ثم سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولهم قواسم مشتركة أذكرها في طيات هذه الكلمة المتواضعة باختصار شديد. أولا من حيث الصحبة ثابتة لهم جميعا، من حيث بشارتهم بالجنة وبأنهم أسياد، هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا شباب أهل الجنة، هذا سيد وولد سيدا، وهكذا الحديث الوارد بفضلهم كلهم سادة مرضيون مبشرون بالجنة. وقاسم آخر مشترك بينهم أنهم جميعا ماتوا شهداء،
فالرواية الصحيحة في وفاة سيدنا أبي بكر أنه مات شهيدا بالسم، وسأتي إلى ذلك. سيدنا عمر مات مطعونا، سيدنا عثمان مات مقتولا في بيته والقرآن بين يديه، سيدنا علي طعن في صلاة الفجر، وسيدنا الحسن مات مسموما سمته الجعدة بنت الأشعث ابن قيس أمير كندة. هؤلاء جميعا ماتوا شهداء، جمع الله لهم بين الصحبة والشهادة كما جمع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة. أبدأ فأقول وبالله التوفيق بسيدنا الخليفة أبي بكر الصديق. سيدنا أبو بكر يلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده مرة، فبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مرة ستة أشخاص، وكذلك بين سيدنا أبي بكر وبين مرة. هذا من حيث النسب، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة ويلقب بعتيق. قيل لقب بعتيق لأن والده كان له ثلاثة أولاد سمى عتيقا ومعتوقا ومعيتقا، وهي رواية. والرواية الأصح التي ذكرها ابن عساكر وأخرجها من طريق أنس أنه سمي عتيقا لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل عتيق من النار أو إلى عتيق النار فلينظر إلى هذا، وأشار إلى سيدنا أبي بكر، فكانت الكنية الغالبة عليه. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة وسأتكلم فيها، أما من حيث وصفه فقد كان رجلا ربعة. سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقيل لها: صفي لنا أبا بكر. قالت: كان رجلا نحيفا غائر العينين خارج الجبهة، تبين عروقه من وجهه ويديه، يتساقط ثوبه فلا يكاد يتمالكه، يعني ثوب الرداء حين يضعه يتساقط لضعفه رضي الله تعالى عنه، لضعف بنيته الظاهرة، وإلا فإنه كان شديدا في ذات الله. وكان مشربا بشيء من الحمرة ويميل لونه إلى الأدمة، يعني إلى السمرة. وقيل تغير لونه منذ وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى الروايات في وفاته كما سنرى في نهاية هذه المحاضرة. سيدنا أبو بكر كانت الإشارة إليه من القرآن الكريم، الإشارة إلى خلافته، ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن الكريم فقد ذكر سيدنا الحسن البصري وكفى به حجة أن الحق سبحانه وتعالى أنزل: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال القوم الذين جاء بهم المولى سبحانه وتعالى بعد الردة هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بل قال ابن جرير في قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، قال في رواية البزار بأن بني حنيفة حين ارتدت بدأت الردة الذي تصدى لها هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو المشار إليه بهذه الآيات. وخرج العلماء، تكلم العلماء في بعض آيات تشير إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فالآثار الصحيحة مرتبة كالتالي: أولا، كانت أمنا حفصة في رواية الترمذي تسأله صلى الله عليه وسلم: أكلما مرضت يا رسول الله تقدم أبا بكر للصلاة؟ قال: لست أنا الذي أقدمه، الله هو الذي يقدمه، وهي رواية صحيحة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عمر تقدم في إحدى الصلوات في مرة من المرات وصلى، قال: لا لا لا، كررها ثلاثا، قال: لا يقدم إلا أبو بكر. الرواية الثالثة في وفاته صلى الله عليه وسلم حين أحس باقتراب انتقاله إلى الرفيق الأعلى، كان يأمر أبا بكر، يقول للسيدة عائشة ولزوجاته، كان يمرض في بيت السيدة عائشة وتوفي بين صدرها ونحرها وفي يده عود أراك يستاك به، آخر ما جمع
جمع الله بين ريقه وريقها رضي الله تعالى عنها، قالت: كان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسيف أو أسيف، وهو الرجل الذي يختلط نشيجه بالقراءة، يختلط بكاؤه بالقراءة، فلا يفهم السامعون أو لا يكادون يفهم ما يقرأ. قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان تقديمه صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر إشارة إلى أنه المقدم على دين الناس فضلا عن دنياهم. جاء سيدنا أبو أنس بن مالك، جاء من عند بني المصطلق، كلفوه بأن يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلى من نؤدي الصدقات بعدك؟ قال: أدوها إلى أبي بكر. فكان ذلك إشارة واضحة إلى خلافته رضي الله تعالى، بل إن الحديث المروي في الصحيحين أنه سئل، أن امرأة جاءته فقالت: يا رسول الله، تعرض بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، قالت: يا رسول الله، إذا جئت ولم أجدك، إلى من أؤدي صدقتي، يعني زكاتي؟ قال: أديها إلى أبي بكر. فكانت جملة هذه الإشارات إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. وانظروا إلى فقه سيدنا عمر حين توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وقد احتبى سيدنا سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي بعباءته ينتظر أن يبايعه الأنصار، كان يظن أن الخلافة تكون في الأنصار. فجاء سيدنا عمر ومعه سيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وسيدنا أبو بكر من وراءه. قال سيدنا أبو بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء. وبدأ نقاش تحت السقيفة، وهو من مظاهر الشورى في حياة المسلمين. فحسم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، حسم الخلافة بهذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا جواب واحد، قال: أيكم يرضى أن يخلف قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ وبايع سيدنا أبو بكر، وبدأ الناس يبايعونه عن طيب خاطر. بدأ خلافته رضي الله تعالى عنه بهذه الخطبة القصيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بهذه الخطبة القصيرة جدا ابتدأ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلافته. وأحب أن أعود إلى مسألة المنهج في هذه اللحظة. حين نقرأ سيرة السادة الخلفاء يجب أن نعمد إلى ثلاثة مرتكزات منهجية، ثلاثة أسس يجب أن نعتمدها في قراءة تاريخ السادة الخلفاء. أولا العدالة، وهي عدالة مقطوع بها للصحابة جميعا. ثانيهما الظروف المحيطة، يجب أن نقرأ حياة الخليفة الراشدي أو الراشد من خلال الظروف التي تحيط بخلافته، فنفهم القرارات التي يتخذها في تلك الخلافة أو الأوامر التي يصدرها من خلال الظروف المحيطة. ثالث هذه المرتكزات المنهجية هو عدم إسقاط القراءة المعاصرة على تاريخ السادة الخلفاء، فلا يمكن وصف قرارات السادة الخلفاء أو سيرهم بأنها نوع من الاستبداد أو حرمان لطائفة من الشعب من الشورى، أو هي لون من ألوان التداول على الحكم من غير شورى. هذه الأحكام العصرية التي تصدر في إطار الملابسات التي تحكم هذا العصر لا يمكن إسقاطها على تاريخ الخلفاء الراشدين، وهو خطأ وقع فيه المستشرقون ومن تبعهم من أبناء جلدتنا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام، هذا الحديث عن المرتكزات الثلاثة، لأنني أبدأ بخلافة سيدنا أبي بكر. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه
ورث وضعا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو بداية ظهور الردة من مسيلمة الكذاب في اليمن، ثم الأسود العنسي، وبعد ذلك تبعته السجاح في خلافة سيدنا أبي بكر. ويجسد مظاهر هذه الردة قول الحطي الشاعر الذي سنصل إلى حاله مع سيدنا عمر وسيدنا عثمان. يقول هذا الرجل الذي ارتد من البداية وكان في دينه رقة، قال: أطعنا رسول الله إذ كان حاضرا، فيا لهف ديني، ما بال دين أبي بكر، أيورثها بكرا بعد إذ هو ميت، فتلك ورب البيت قاصمة الظهر. بدأت الردة بهذه المظاهر، بهذه السلوكات، فكان صلى الله عليه وسلم يحتضر، ومظاهر الردة بادئة من اليمن. وكان صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قرارا بإنفاذ جيش أسامة إلى الشام، وتوفي ولم يتحرك أسامة. هذه الظروف التي ورثها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه جعلته يأخذ قرارا حاسما بالحرب على المرتدين. جاءه الصحابة: أتحاربهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ بل إن متصدر هذه المقالة هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يا أبا بكر، أتحاربهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: أتقاتل؟ قال: والله لو منعوني عقال بعير كان أو عناق فرس كانوا يؤدونه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال سيدنا عمر: فعلمت أن الحق معه، وانشرح صدري لذلك. وكان هذا اليقين منبوتا في قلوب الصحابة، بل إنه غرس غرسا، فاستعد الجميع لحروب الردة. من مظاهر قوته ويقينه توكلهم صدق اليقين بوعده، وليس لهم تدبير سقم والصحة كما يقول الحكيم. من مظاهر يقينه رضي الله تعالى عنه أنه أمر بإنفاذ جيش أسامة، فجاءه سيدنا عمر على الرواية الصحيحة التي يذكرها ابن الأثير، وهو حجة في الكامل في التاريخ، ويذكرها ابن سعد في الطبقات، ويذكرها الطبري في التاريخ الكبير. جاءه سيدنا عمر قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبعث أسامة ومعه كبار الصحابة؟ وفي رواية: فإن كبار الصحابة لا يرضونه. قال: ويلك يا عمر، وشد على لحيته. أتريدني أن أخالف أمرا أمر به صلى الله عليه وسلم؟ والله لو أكلتني نهشتني السباع وأكلتني الكلاب ما وليت عن ذلك. مروا أسامة فليتجهز. ويفعل رضي الله تعالى عنه أكثر من هذا، فيركب مع يرافق سيدنا أسامة يمشيه. قال سيدنا أسامة: إما أن تركب وإما أن أنزل. قال: والله لا نزلت ولا ركبت، ما لي أبي بكر ألا يغبر قدميه ساعة في سبيل الله. ويخرج جيش أسامة. يذكر الإمام السيوطي أن من بركة امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أن بعض الأطراف المحيطة بالعرب المسلمين كانت تنوي مهاجمة الخلافة الإسلامية، فلما سمعت بإنفاذ جيش أسامة قالوا: ما أنفذ جيش أسامة إلا وهم أقوياء، ثم بدأوا يمالئون المسلمين ويهادنونهم. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفذ 11 لواء إلى اليمن وإلى قضاعة وإلى البحرين وإلى اليمامة، ينفذ 11 لواء، منهم لواء سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وسيدنا ابن المقرن، وبقية الصحابة الذين كانوا في قيادة هذه الجيوش، وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه، بقية الصحابة الذين كانت لهم دراية واسعة بالحرب. بعثهم فانتشروا يقاتلون المرتدين، وكان من أمر مسيلم الكذاب أنه قتل، ثم الأسود العنسي، وبقيت سجاح التميمية التي لها قصة تطول تطلب في بطون كتب التاريخ، أسلمت وحسن إسلامها ورحلت إلى الكوفة، وبها توفيت، تاب الله عليها وعلى الجميع إن شاء الله.
سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان في قضائه شديدا، فقد كان يحكم يقول: أحكم بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه حين لا يجد قضاء في سنته صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويقول: أيكم يعلم حكما له صلى الله عليه وسلم في هذه؟ فربما بصره، ذكر له أحد الصحابة حديثا أو أثرا فيعمل به. وكان العالمان اللذان إلى جنبه في القضاء هما سيدنا علي الذي شهد له الحديث: أقضاكم علي. والقضاء بمعنى العلم وبمعنى الفقه وبمعنى المعرفة بإطلاق. وسيدنا عمر الذي كان لسانا بل جبلا شامخا من جبال العلم. هذا الرجل الصالح الخليفة الراشدي يذهب إلى إحدى العجائز في أقصى المدينة، عمياء، عجوز عمياء، يتفقدها كل يوم ويصلح لها بيتها ويضع لها الماء ويطبخ طعامها وينصرف. قال سيدنا عمر: كنت دائما أذهب إلى هذه العجوز فأجد أن بعضهم سبقني إليها، فترصدته فإذا هو الخليفة سيدنا أبو بكر، قلت: أنت هو؟ والله لا ندركك أبدا. هذا الخليفة الذي يواجه المرتدين في الحروب لا يغفل عن شأن رعيته، عن عجوز عمياء في أقصى المدينة. وكان رضي الله تعالى عنه ربما حلب النوق، وعلمتم أنه كان رجلا غنيا وتاجرا، فلما جاءته الخلافة قال: شغلتموني بالخلافة فأعطوني عطاء. قالوا: لك 2000 درهم. قال: زيدوني فإنها لا تكفيني. قالوا: لك 2500، لك 2500 ونصف شاة كل يوم. فقبل ذلك وترك التجارة ووقف على شؤون الرعية. هذا الرجل الصالح كان عدلا في رعيته، بل إن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهذا نذكره حين نعرض إلى وفاته، لما دخل عليه وقد انتقل إلى رحمة الله قال: ما أحد أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته مثل هذا المسجى. كان عدلا، وكان حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحه سيدنا حسان بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعمرك إن ذكرت أخا شجو وذي ثقة فاذكر أبا بكر بما فعل، حب رسول الله والثاني اثنين إذ هما في الغار ما فعل. وهكذا بدأ حتى قال: لم يرضى بغيره بدلا، أو لم يعدل به بدلا. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا يا حسان، هكذا يا حسان. معنى ذلك أنه بهذه المثابة، وهو صهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله آثار عظيمة في الإسلام. أنتقل اختصارا لموضوع هذه المحاضرة إلى سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر ابن الخطاب يلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب، فهو الجد المشترك بينهما. وكان رجلا شديدا، صفته أنه كان رجلا طوالا، يقال طويل بصيغة مبالغة، وطوال أبلغ، طوال حتى قال بعض الواصفين بأن الصحابة إذا مشوه كأنما كان راكبا على فرس لطوله. أشقر في لونه حمرة، وفي ساعديه ضخامة عظيم الكراديس شديدا، ما صارع رجلا في جاهلية ولا إسلام إلا صرعه. وكان دائما رافع الرأس كما وصفته إحدى أمهات المؤمنين: إن عمرا إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أوسع، وهو الزاهد حقا. والوصف لسيدتنا عائشة على ما أذكر رضي الله تعالى عنها. هذا الرجل بهذه العظمة تجلت فيه معجزته صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأعز الله به الدين. وتعلمون حادثة إسلامه، وهي حادثة يعني معروفة، حين جاء بعد أن لطم أخته وزوجها في بيتهما وسمع سورة طه، وجاء إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم،
فخرج إليه سيدنا حمزة فمنعه صلى الله عليه وسلم وخرج إليه ألم يأني يا عمر وشد عليه فأسلم رضي الله تعالى عنه. وكان تمام 40 رجلا قبل سيدنا عمر لم يجهر المسلمون بالصلاة في محافل قريش، فلما طلب إليه أن يكتم إيمانه قال والله لا فعلت ذلك أبدا. هنا رواية يقال إنها متعلقة بهجرته ويقال إنها متعلقة بيوم إسلامه. خرج وقد وضع نبله على عاتقه القوس وأخذ كنانة السهام ومشى في وسط قريش وهم في صحن الكعبة فقال يا معشر قريش إني أسلمت وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن تثكله زوجته، ما أراد أن تثكله أمه أو تترمل زوجته أو يتيتم أبناؤه فليتبعني إلى هذا الشعب، ومر فلم يتبعه أحد. قالت قريش اليوم ينتصف منا محمد وأصحابه، علموا أن مجيء سيدنا عمر بالإضافة إلى سيدنا حمزة بالإضافة إلى الفتى اليافعي الذي كان عمره آنذاك بضع سنوات قيل 10 سنوات سيدنا علي كرم الله تعالى عنه كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه كان مضرب الشجاعة بدليل مبيته في فراشه صلى الله عليه وسلم وهو ذو 10 سنوات وهو فعل مضرب، وهذا الفعل من مضارب الشجاعة الكبرى التي لا ينتهي إليها الأبطال فضلا عن غيرهم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين جاءته الخلافة جاءته بوصية من سيدنا أبي بكر، كان ربما غالبته السكرات فيغمض عينيه ثم يعود فيقول ادعوا لي فلانا سيدنا عثمان رضي الله عنه فإني أريد أن أملي عليكم كتابا، وأخبره بخبر سيدنا عمر ولكن غشي عليه ساعة فسمع الصحابة الخبر فجاء بعضهم فقال حين وجده قد أفاق أتستخلف علينا رجلا غليظا ماذا أنت قائل لربك؟ فقال وسدوني يعني ضعوا وسادة خلفي، فأسندوه فقال أقول لربي قد وليت أبالله تخوفني؟ إذا جئت ربي أقول له وليت علي استخلفت عليهم خير أمتك وأعدلهم في أمتك. ثم أمر سيدنا عثمان فكتب هذا ما أوصى به عبيد الله أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب وإني ما أعلمه إلا شديدا في دينه عدلا في يقينه، فإن مضى على عدله فذلك وإن بدل فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام عليكم. هذا كتابه هذه وصيته. فبايع الناس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين فرغوا من جنازة الصديق رضي الله عنه الذي استأذن في أن يدفن إلى جواره صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سنأتي إليه أيضا. سيدنا عمر الظروف المحيطة به هي استقواء الحضارتين الفارسية والرومية. حين بدأت مظاهر هذا الاستقواء بعد ظهور الإسلام كان من صائب نظر سيدنا عمر أن يقوم بالفتوحات، فكان الفتح هو السمة الغالبة على عهده. فتح البلاد، فتح بلاد فارس وبلاد الروم وبدأ بالشام، فتح الكوفة والبصرة وأذربيجان وكرمان وبلاد فارس، بل إن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو قائد جيشه إلى أنوشروان لتكسير الإمبراطورية الفارسة صلى الجمعة في إيوان كسرى، والصحابي سراقة بن مالك هو الذي لبس سواري كسرى بنبوءة منه صلى الله عليه وسلم. هذه الفتوحات قصمت ظهر الدولتين اللتين تريدان شرا بالخلافة الإسلامية. فتح سيدنا عمر وكان له أوليات، وحين نتحدث عن الأوليات الأشياء التي يعتبر صاحبها أول من فعلها، وفي هذا كتاب للعسكري رحمه الله بعنوان الأوليات ذكر أوليات سيدنا عمر، فقال هو أول من تسمى أمير المؤمنين حين قال خليفة خليفة رسول الله يطول هذا أنتم المؤمنون وأنا أميركم، وهو أول من وضع ديوان القضاء، وهو أول من جمع الناس على التراويح في رمضان،
وهو أول من حرم زواج المتعة، وهو أول من حمل الدرة وهي العصا، وهو أول من عس بالليل، وهو أول من عزل مقام إبراهيم الذي كان ملاصقا للكعبة فبناه وأبعده من الكعبة، وهو أول من هدم المسجد النبوي ووسعه إلى صفة جميلة جدا تستقطب آلاف المسلمين الجدد. له أوليات كثيرة سيدنا عمر، وهو أول من فتح الفتوح، وهذه أعظم أولياته. استحدث ديوان القضاء فبعث على كل عمالة من العمالات الإسلامية قاضيا يقوم على شؤونها، واختار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سيدنا عمر كان رجلا عدلا، ولأن مجالسنا هذه لا تخلو الوقت. سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه تميز عهده بأن أغدق على المسلمين، وكان متأولا في مسألة الصدقات، فأعطى أقاربه وثار عليه بعض الأعراب، واستشهد ذبيحا في بيته، وقطعت أصابع نائلة بنت القرافص زوجته، وأثر الدم على المصحف وقع على قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما سيدنا علي باب مدينة العلم، رابع الخلفاء الراشدين، فسيرته أيضا من العظمة بمكان. هو أول الصبيان إسلاما، وهو صهره على أمنا فاطمة الزهراء عليها السلام، وهو أعلم الصحابة على الإطلاق بل أعرفهم، وهو الذي قاتل على تأويل الكتاب كما قاتل على تنزيله، وله المقامات المحمودة في الإسلام وفي تاريخ الإسلام. هؤلاء جميعا أذكر لكم وفاتهم. سيدنا الحسن بن علي طبعا تحققت به بشارته صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ذهب إلى سيدنا معاوية وحقن دماء المسلمين وتنازل له عن الخلافة، ولو أراد الحرب لفعلها كما قال المؤرخون، ولكن قال: خشيت أن ألقى الله وفي سجلي محجمة دم امرئ مسلم. هذا الرجل العظيم الذي كان على الصفة الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جميعا ماتوا شهداء. سيدنا أبو بكر ما زال يضوى كما قال السيوطي، يعني ينقص ويشتم منه رائحة الكبد المشوي، حزنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا استحم في يوم بارد فأصيب بالحمى 15 يوما ثم مات، والراجح أنه مات بهذه الصفة وتلك، ومات مسموما، فقد أكل مع الحارث بن كلدة طبيب العرب، أكل خريزة فوقف الحارث، توقف عن الأكل وقال: دع هذا الأكل يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، فإنه مسموم ونموت أنا وإياك بعد سنة من الآن. وكان الأمر كما قال. هذا الخليفة الراشد لا ينسى الوقوف عند الحق، وهو يحتضر ويتلفظ بالشهادتين، تنشد أمنا عائشة تتمثل بيتا من الشعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فالتفت إليها كالمغضب وقال: لا يا بنيتي، ولكن قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سيدنا عمر يأتيه كعب الأحبار فيقول: استوصي يا أمير المؤمنين، فإنك لاحق بربك بعد ثلاث. قال: بخن بخن، عمر بن الخطاب يذكر باسمه في التوراة. قال: لا، ولكن أجد وصفك الخليفة العادل، ووصفه يقتل ويطعن. طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بسيف مسموم ذو ذؤابتين، فسقوه لبنا عند صلاة الفجر، حين أخذ وهو مطعون يقول: الصلاة الصلاة، واستخلف من يصلي حرصا على دين المسلمين. يدخل عليه سيدنا كعب وقد سقوه لبنا فخرج أبيض، فقال: استوصي يا أمير المؤمنين. قال الطبيب: استوصي. فقال حين دخل عليه كعب: يخوفني كعب ثلاثا أعدها، ولا شك أن القول ما قاله كعب، وما بي حذار الموت، وإنما مخافة الذنب يتبعه الذنب. يستشهد رضي الله تعالى عنه، ويستشهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان بهذه الكيفية مذبوحا، قفز عليه الأعراب
وذبحوه صائما في رمضان ينتظر الإفطار ويقرأ القرآن، وهي البشارة التي جاءته. قال: سنحت عيني فرأيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ظلموك يا عثمان، ستفطر عندنا. فأفطر عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي فجع المسلمين به عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان يعلم أنه سيموت شهيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أشقى الناس يا علي؟ قال: أشقاها قال الله ورسوله أعلم. قال: أما في الأولين فعاقر الناقة، وأما في الآخرين فالذي يخضب هذه من هذه، إشارة إلى أنه سيطعن سيضرب فيموت شهيدا. حين حصل هذا كان رضي الله تعالى عنه يمر على المجالس فينظر إلى عبد الرحمن بن ملجم المرادي فيقول: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي؟ ثم يقول: قاتلي بينكم. قيل: اقتله يا علي. قال: فمن يقتلني؟ سيدنا الحسن تبعث إليه جعدة بنت الأشعث ابن قيس الكندي، تبعث إليه وقد وعدها يزيد بن معاوية إن هي قتلته أن يتزوجها. سمته لعدة مرات، فدخل مرة إلى الموضأ وخرج وقال: لفظت الآن طائفة من كبدي وأظنني منتقلا إلى رحمة الله. قال سيدنا الحسين عليه السلام: دلني على قاتلك أقتص منه. قال: لا، إن يكن ما أظن فالحساب على الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فلا يقتل بي أحد ظلما. سيدنا علي يوصي بقاتله: لا تمثل بقاتلي، إن أنا مت فإني سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. سيدنا أبو بكر يطلب له الدواء فيقول: أنا أتيك بطبيب. فيقول: قد جاءني وقال إني فعال لما أريد. هذه الأمثلة، هذه النماذج البشرية، هؤلاء هم الرجال حقا، وتزينوا وتمثلوا بأخلاق الرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التمثل بالرجال فلاح. هؤلاء الرجال العظام تمثل فيهم قول الشاعر: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وخير أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن المرء نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. ماذا يقول العارفون في يقين هؤلاء؟ بل ماذا يقول الواصفون في سلوك هؤلاء؟ لو أننا قرأنا سيرتهم من خلال التصوف كما فعل سيدنا أبو نعيم في الحلية لوجدنا ما هو عجب عجاب، تحبس عنده ألسنة الكاتبين وتغرق عنده سفن العارفين. يكفينا من هذه السيرة العطرة أن الواحد منهم أمة قانتا لله. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يجعل التقوى زادنا، وفي دينه اجتهادنا، وعليه توكلنا واعتمادنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل إليك غدونا ومآلنا، واكتب بالسعادة آجالنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تؤاخذنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا فأنت على كل شيء قدير. سيد الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بالقايد الحسني، نفعكم الله سبحانه وتعالى بتلاميذكم وأهلكم وأحبابكم وجيرانكم، ونفع بكم هذا الكون وهذا الوجود، ونفع الله بهؤلاء العلماء ضيوفكم الكرام الذين جاءوا من أرض الكنانة ومن بلاد الشام ومن بلاد المغرب الإسلامي ومن كل فج عميق، ومن الحضارات الأخرى جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ولينتفع بهم السامعون. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، نفع الله بأنجالكم وأحبابكم وأهليكم وتلاميذكم وجيرانكم، وجعل كل ما قلناه في ميزان حسناتكم وحسنات والدكم سيدي محمد بالقايد. جعل الله هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح الله لنا ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويجعلها بمنه في الباقيات الصالحات، الذي كل يوم هو في شأن وله اختصاص العظمة والسلطان. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى أصحابه أولي الصدق والوفا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للأمانة حاصرتني آية من القرآن الكريم منذ مجيئي إلى الآية المباركة، وبقيت معانيها تتجلى علي في كل وقت وحين. حاصرتني حصار الأرواح لأنني ما استطعت أن أمتنع عن تأملها، وهي قوله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم. إن كل ما نعيشه في هذه الزاوية المباركة من جزائرنا المحروسة هو حسنة من حسنات سيدي محمد بالقايد قدس الله سره. فهذا الأثر الطيب وهو الابن الصالح الذي يقف وقفة أمة كاملة وراء هذه الدروس، يتصدر مجالس العلم، يستقبل الضيوف من كل فج عميق، يقيم لهم المآدب الفاخرة جريا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف، يدارس العلماء ويجالسهم ويجلس إلى رياض القرآن الكريم في هذه الزاوية العامرة
بفيض الله سبحانه وتعالى هذا الرجل المعطاء سيدي محمد بن قايد ترك هذا الرجل الفاضل الذي يقوم على كل هذه المعاني. ثانيا وجدنا أثر هذه التربية الصالحة في كل ما يحيط بأعمال وأشغال هذا الملتقى الدولي، فالقائمون هم أبناء سيدنا الشيخ وإخوته وأحفاده، فهذه العائلة الكريمة تقف على كل صغيرة وكبيرة دون أن يشعر أي ضيف من الضيوف بنوع من أنواع التقصير في أي وجه من الوجوه. مسألة ثالثة، منذ أن جئنا إلى هذه الدروس المحمدية في محاورها الأربعة، الحضارة الإسلامية ثم القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الخلفاء الراشدون، شعرنا بأن هناك تدرجا في طرح المواضيع، فالحضارة الإسلامية كان أعظم أساس لها القرآن الكريم، وأعظم تجسيد للقرآن الكريم هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأعظم تجسيد للحبيب في سلوكه هم الخلفاء الراشدون. عن هذا المحور الثالث الذي حضرته جبال شامخة من العلم، الدكتور أحمد عمر هاشم شيخ الأزهر وعضو رابطة مكة المكرمة للفقه، الشيخ الدكتور أسامة الرفاعي مفتي عكار والشمال اللبناني، الدكتور أحمد اللدن، الأستاذ طاهر برايك من الجزائر، الوزير الدكتور مصطفى الشريف الذي حاضر باللغة الأجنبية لتبليغ هذه الرسالة إلى ما وراء البحار، كل هؤلاء حين جاءوا من كل فج عميق تكلموا في سيرة السادة الخلفاء كلاما في البداية كان يتعلق بالسيرة العامة ثم بالسيرة الخاصة ثم بالميزة الخاصة بكل واحد من السادة الخلفاء، فملتقانا هذا يحقق ثلاثة أهداف. أما الهدف الأول فهو مواصلة المحاور العلمية السابقة، وبذلك نكون منسجمين مع أنفسنا في طرح المواضيع العلمية بكل جدية وبكل رصانة وبكل أكاديمية واحتراف. المسألة الثانية أن الأجيال الناشئة بدأت تتجه إلى الاقتداء بنماذج منحرفة باسم الدين وباسم التوجيه الديني، فعلينا أن نعيدهم إلى هذه النماذج الراشدة وهم ساداتنا الخلفاء الراشدون. المسألة الثالثة، هناك نوع من الدعاوى التي تسيء إلى حياة ساداتنا الصحابة وإلى ساداتنا الخلفاء، وقد مس رشاشها بعض الناشئة في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع، فجاءت هذه الدروس المحمدية التي أذكر بأنها تتلقى عبر فضائيات العالم، وهذا يعني صار في حكم المعلوم عند الجميع، وصار لها الصداء الواسع في الأكاديميات وملتقيات البحث ومجامع العلم. بهذه الكيفية التي أوصلنا بها المعلومات عبر الفضائيات عبر الإعلام المكتوب والمقروء، سنتمكن إن شاء الله برد الكثير ممن انحرفوا عن ساداتنا الصحابة إلى الصواب من خلال الدليل العلمي ومن خلال القراءة العلمية ومن خلال العرض الأكاديمي. شيء يعتبر مفخرة بالنسبة للجزائر أن يظهر من الجيل الجديد في الجزائر كما كنتم تستمعون منذ حين بعض الباحثين الذين صاروا يساوون الكثير من العلماء الذين يفدون إلى الجزائر والذين يتكلمون عبر الفضائيات في العالم، وهذا دليل على أن نعمة الاستقلال قد أنجبت لنا بفضل دم الشهداء أنجبت لنا الكثير من الذين يستطيعون الكلام ويستطيعون الإلقاء بل يتفننون في العرض الأكاديمي والعلمي للمسائل المطروحة. ما أرجوه من الله سبحانه وتعالى أن تتجدد هذه الفضائيات العلمية والمعرفية، ثانيا أن تبقى هذه الرعاية السامية لهذه الملتقيات التي تدل على عناية سياسية خاصة بهذا التوجه المعتدل والمتسامي، رابعا أن تكون الدروس المحمدية التي هي ملتقى دولي سنوي ينتشر عبر الفضائيات وعبر الإعلام الوطني وعبر الإعلام الخارجي أن يكون مائدة تتوسع يوما بعد يوم يتلقى ثمارها وأطعمتها وفواكهها الجيل الناشئ والأجيال التي تطلع عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأختم بالترحم أولا على من تعتبر هذه الدروس حسنة من حسناته هو الشيخ سيدي محمد بن قايد رضي الله عنه، وأن أدعو بتمام الصحة والعافية على راعي هذا الملتقى والواقف عليه والمشجع له والذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقف عندها مساهمة منه في إنجاح هذا الملتقى، وهو الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بن قايد الإدريسي الحسني قدس الله سره. وأتمنى
أن يكون طلبة الزاوية أولا ثم طلبة العلم في جميع المجالات الأخرى وطلبة العلوم الشرعية أن يقتدوا بهذا السراج المنير الذي بعثه الله في هذا العصر لتجديد الطريق ولإرساء رسالة العلم والسلام والإخاء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافات المجددة للفضاء الإعلامي للزاوية البلقايدية الهبرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم. Thank you.